بص، في اعاده من ورا تبين لك او ده الفرق بين مهاجم ومهاجم. يعني هنا اجاييه لمس الكره 3 لمسات علشان يجيبها جول، لكن طيب. مانوتشو لا. بص من دي، ايوه اوف بقى هنا. هنا لو سند سنه هتبص تلاقي كادر الجون كله اتفتح. تمام. طيب معانا الكابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق. كابتن ناصر اهلا بيك كابتن. يا زميلي اهلا بيك وسهلا، وبرحب بكل ضيوفك الموجودين، الكابتن اسامه عرابي، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن سمير كمونه. اهلا وسهلا بيك كابتن. مستمتع واحنا بنتفرج على الاداء التحليلي. الله يخليك. في المباراه واحنا بنستمتع بتقييمك للحكام النهارده كان عامل ازاي، وابرز الحالات اللي حضرتك شفتها كانت ايه؟ هو طبعا انا عندي طبعا بالنسبه للحكم المساعد رقم 2 عندنا حاله في الدقيقه 34 تقريبا، اللي هي الحاله اللي هو اشار عليها بالتسلل. ما كانش فيها تسلل يعني، ازارو. هي هنا طبعا ازارو طبعا في موقف اسف صالح جمعه. صالح كان صالح جمعه تقريبا. صالح جمعه. تمام. في الدقيقه 34. في الدقيقه 34 تمام الحاله، ولكن انا طبعا بحكي لك ان انا طبعا الماتش شفته. احنا عارضينها قدامنا يا كابتن، اتفضل. تمام. احنا بنتكلم في التسلل. احنا لاحظت لعب الكره هنا المفروض يكون الحكم المساعد عنده حاجتين مهمين جدا، وهو التمركز الصحيح مع اخر ثاني مدافع. تمام. علشان يقدر يضبط عمليه التسلل. تمام. طبعا هنا لاحظت لعب الكره طبعا راجل في موقف سليم. تمام. وهو اللي خلى المساعد هنا اشار على التسلل، هو نتيجه التمركز الغير سليم. تمام. التمركز دايما لما بيفرق خطوه واحده سواء قدام او ورا اكيد الحاله بتبقى جايه مش مظبوطه. اكيد. انا شايف ان هنا كان يجب على الحكم المساعد ان يامر باستمرار اللعب، وطبعا لعب حاله من الحالات المهمه جدا جدا في المباراه. يعني بنقول ان هنا كان يجب التركيز والتمركز الصحيح، لان دي بنقول حاله من الحالات اللي كان ممكن النادي الاهلي يعني يحرز منها هدفا. واحنا شايفين طبعا اللعبه كان فيها عرقله طبعا ركله جزاء وكده، ولكن طبعا الصفاره كانت طالعه قبل. اكيد اكيد. لا مش اوف سايد. خلاص تمام يا كابتن. الحاله اللي بعد كده بس انا بقول ليه ما فيهاش عرقله يا كابتن. كابتن ناصر، لانه المدافع خد الكوره قبليه. الو. لا مش اوف سايد. اوكي بس ما فيهاش عرقله. كابتن ناصر، الحاله الثانيه يا كابتن. انا معاك في الدقيقه 95 طبعا حاله من الحالات المهمه اللي هي هنا برضه. خلي بالك الحاله دي بتبقى في الملعب صعبه جدا جدا على الحكم. طبعا انا بشيد باداء محمود البنا بصراحه، لان يمكن في الملعب اللعبه دي بتاخد جزء من ثانيه. لو ما كانش الحكم هنا عنده تركيز كويس جدا وتوقع وقراءه للعب، كان ممكن ما يشوفش الرجل في الحذاء من تحت. اصعب حاجه ان اللاعب النهارده يخش باستخدام الاسترزات في الحذاء او الحذاء بالاسترزات في الانكل من تحت او في الصدر. هنا خد قرار كويس يا كابتن ناصر عشان كان قريب منه. نعم. خد قرار صحيح عشان كان قريب. بالظبط كده. خلي بالك يا كابتن، انا بتكلم بامانه، لان الالعاب دي احنا دايما بنقول لحكامنا خلي بالك الالعاب دي في الملعب بتبقى صعبه عليك جدا جدا، واحيانا الحكام ما بتديش فيها عقوبه اطلاقا. تمام. بتكون مخالفه فقط. ولكن انا النهارده بشيد باداء البنا ليه؟ لان النهارده هو كان عنده تمركز وزاويه رؤيه صحيحه من خلالها قدر النهارده يحدد القرار، وهو طبعا البطاقه الحمراء هنا مفيش فيها كلام ومفيش فيها هزار. هنا بنقول ان هذا اللاعب استخدم القوه الزائده اللي هي تعدت الحدود، واستخدم الحذاء في ان هو دخل في الانكل، وبالتالي بطاقه صحيحه للحكم محمود البنا. بشيد دي الحقيقه طبعا النهارده اداء واداء متميز من خلال اللقاء. بشيد طبعا بالحكام المساعدين ايمن لجيش باستثناء الحاله اللي هي في دي 34 من المساعد رقم 2 اللي كان يعني يجب عليه ان هو يتم استمرار اللعب. ولكن اداء التحكيم النهارده بشوف بقول النهارده قد الحكام بشكل كويس جدا جدا. نتمنى ان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله يكون التحكيم في افضل حاجه. كابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق، شكرا جدا على توضيحاتك وعلى الحالات اللي حضرتك رصدتها، كانت حالات مهمه جدا جدا، واثنيت على قرار الحكم فعلا بالطرد يعني.